يصادف هذا اليوم 14 حزيران اليوم العالمي للتبرع بالدم. بمناسبة هذا اليوم أطلق نادي الشباب في منظمة بنفسج مركز جسر الشغور مبادرة تحت شعار دماؤنا صدقة، بالتشارك مع الفرق التطوعية العاملة في المدينة ومشفى مدينة جسر الشغور، حيث تهدف هذه المبادرة إلى سد احتياجات مشفى المدينة من وحدات الدم نتيجة كثرة الحوادث والعمليات الجراحية التي تقام في المشفى، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة كالتلاسيميا، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة مجتمعنا. لمجرد أني سمعت بحملة تبرع بالدم توجهت لأقرب مركز للتبرع بالدم. طبعا أنا عطول بيجي بتبرع بالدم، بحس أنه في فوائد صحية إلي وللآخرين. للآخرين ممكن ننقذ روح وممكن نقيم شدة عن إنسان بحاجة للتبرع في الدم. وبنصح جميع الأخوة اللي قادرين على التبرع بالدم التوجه لمركز لأقرب مركز للتبرع بالدم. الله يجزيك خير.